الله وبركاته. من ساعتين مايكروسوفت نزلت مايكروسوفت كوبايلوت على الموبايل، تعال نقول له انستول. وانا ملاحظ ان هو تقريبا نفس الحاجات اللي موجوده في بينج، فغالبا هيوقفوا بينج ويخلوا مايكروسوفت كوبايلوت. هما الاثنين شغالين بالذكاء الصناعي، وتقدر تسالهم وتقدر تكون صور من خلالهم برضو. دلوقتي اقول له اوبن، ده انت ليك امكانية ان انت تشغل GPT-4 لو انت حابب، تمام، بس كده يبقى في حاجات معينة، وليك ان انت تشغل المايك، وليك ان انت تفتح الكاميرا، يعني في شوية مزايا حلوة قوي. تمام، ممكن تقول له اعمل لي صمام الاغنية، فعمل الاغنية انت تقول ايه والكراس او الناس اللي وراك يقولوا ايه بالشكل دوت، تقدر تنسخها وبعد كده قيم. ممكن تقول له اه دي كويسة او لأ. ممكن تقول له بقى انا عايز حاجة تانية، وعربي وانجليزي مفيش اي مشكلة خالص. فدي شوية مزايا حلوة قوي، تمام. وتقدر تكتب هنا زي ما انت عايز، كيف امارس رياضة جديدة. لاحظ ان هو بيكتب لك المراجع، هو بدأ يعمل سيرش هاو تو ستارت نيو سبورت، وبدأ يترجمها وكل حاجة زي ما انت شايف. هو كاتب ان هو ويز بينج، فهل هيدمجوا الاتنين مع بعض ولا يبقى ده منتج وده منتج؟ بس هو لغاية دلوقتي نفس كل حاجة. لاحظ ان هو شغال كل حاجة من غير ما يطلب مني ساين ان، انا لسه معملتش ساين ان، تمام. طبعا هعمل ساين ان دلوقتي على اساس ايه كل المحادثات يستفاد منها في الاسئلة اللي جاية بعد كده ان شاء الله.